علبة الهمزة. علبة الهمزة هي الحامل الرسمي للأدوات المدرسية تقريبا لكل أبناء جيل. في الغالب هي شكلها محترم ممتاز عادية. إلا هندستي دائما شكلها هالشكل. طبيعي لأنها هي أول آلة إيقاعية بالنسبة لي. معاها تعلمت لي نلعب إيقاع ونعرف إن عندي أهمية. مرت أيام الدراسة وتبدأ تقول أنا المتعهد الرسمي لكل الخمس دقائق اللي بين الحصة والحصة. أول مرة تلاقى فيها مع دربوكا كان يوم تاريخي بالنسبة لي. لسببين، لأن أنا شفت دربوكا وعرفت نمسكها. السبب الثاني أنا ما عرفت أدير عليها شيء. لأن الطريقة اللي تتعامل بها مع درج المدرسة أو علبة الهندسة يختلف واجد عن أن تتعامل مع دربوكا بحيث وضع اليد وخرج الصوت من دربوكا. أول فرح في بيتنا بعد ما عرفت أن أنا عندي اهتمام بالإيقاع وكذا كان نقلة في حياتي الموسيقية. كأني قدرت أشتري دربوكا. اجتماعيا أنك تعزف على دربوكا بدون سبب شيء مش مقبول. لكن احنا عندنا فرح، انا عندي سبب، لازم اشتري دربوكا. ف عرفت اشتري دربوكا، قعدت نشوف ان كيف نقدر نتعامل معها، كيف نقدر نشوف طريقه اللعب عليها. بس كان موضوع الفرح في حوشنا صراحه وقتها ما كانتش قضيتي الاساسيه. قضيتي اني نملك دربوكا واني نستثمر كل وقت يفضى فيه الحوش باش نقدر نتعلم عليها. طبعا من غير ما ادخل في تفاصيل تعليقات الناس على الطريقه على برنامج الدربوكا، تعليقات اسرتي، ربط الموضوع بوضع اسرتي الاجتماعي. يعني مثلا كان لما يجي حد يحاول يحب يستفزني يقول لي دربك. هو يحب، هو شايف انه يستفز فيه، بس بالنسبه لي انا حد يفرح فيه. ما حد يقول لي دربك، انا عارف يعني انا في دربوكا ومهتم بالقضيه هذه. مثلا حتى ايام الجامعه لما مشيت في قسم النشاط وعديت نشوف من الموسيقيين عندنا في الجامعه وكذا، فكلهم كانوا مبسوطين ان في حد جاي يلعب على ايقاع، ما كانش في ايقاعيه وقتها. بس في نفس الوقت هم كانوا مستغربين، يعني انت تقرا في انجليزي، ايش علاقتك بالدربوكا؟ حاولت نربط الموضوع، انا ما عرفتش. على العموم هندخل للفكره الاساسيه، كيف كانت نظرتي في الدربوكا؟ كنت دائما نشوف ان دربوكا عندها امكانيات اكبر من اللي نشوف فيه سواء في الافراح او في الموسيقى الشرقيه. كان عندي ايمان كامل انه ممكن تكون اكثر من هيك بمراحل. وكنت لما نسمع مثلا موسيقى من موسيقى لاتينيه او اي نوع موسيقى عالميه، كنت نقول ان دربوكا ممكن جدا يكون لها دور في هذه الانواع من الموسيقى يعني. فبديت ندير محاولات بسيطة إني أركب دربوكا على أنواع مختلفة من الموسيقى. في الوقت هذا بديت أتعرف على الموسيقى الراية. وبدأت نعرف أن وجهة نظري كانت صحيحة إلى حد كبير، لأن الموسيقى الراية معتمدة على المزج ما بين أنواع مختلفة من الموسيقى. فعرفت أن أوكي، أن أفق الموسيقى مش ضيق، مش محصور في مكان واحد. فتمام، معناها أنا يبدو أني ماشي بطريقة صحيحة. في يوم من الأيام تلت إعدادي كنت مجهز التلفزيون على اليسار، سمعت حاجة هيك شدتني شوية. لما التفتت ما استوعبت بصراحة، لأن أنا تقريبا شفت كل حلمي وتصوري عن دربوكا مجسد في فيديو. أول فيديو كليب لدربوكا كان للبداية العالمي روني براك. روني براك هذا شخص يألف الموسيقى خصيصا عشان يلعب عليها دربوكا بتاعه، وعنده كل سنة يدير في جولات بالاشهر ويلعب مع اشهر فرق الجاز والسيمفوني، وعنده البومات كامله على الدربوكا، واولها كان البوم كاريزما من حوالي 20 او 22 سنه يعني. من روني براك بديت فكره تتاكد ان انا اوكي، انا شايف ان الموضوع ماشي صحيح. وبديت بدت معايا في حال اسمها المدرسه الحديثه للدربوكا، بدات رحلتي الحرفيه معاه في وقت ذاك. وشوي شوي بدات تتطور الفكره عندي. وبدا كل هدفي اني انا نبين الجانب الغير تقليدي للدربوكا.
ونربط بينها وبين نواحي مختلفة في حياتنا. الدربوكة هذه هي أول دربوكة احترافية نملكها في حياتي. لها معايا قصة طويلة طبعاً، لكن مش هخش فيها كلها، لكن لازم نقول إن هي طبعاً الدربوكة هذه هي مزيج من دربوكتين مش دربوكة واحدة. الوجه اللي عليها هذا مش لدربوكة أصلاً، هو الآلة إيقاعية ثانية، هي آلة الرق يستعملوا فيها واجد في الموسيقى الشرقية. والدربوكة هي هذه أول دربوكة نظهر بها على المسرح وندير بها عرض، وكانت معايا تقريباً في أغلب عروضي، منها أكثر من 30 حفلة في خلال الثورة، زيادة على أنها كانت محتجزة في بيتنا في بنغازي في وقت الاشتباكات حوالي 3 سنوات. ونقدر نقول أن اهتمامي بسلامتها ما كانش أقل من اهتمامي بسلامة بيتنا نفسها يعني. فعلى العموم قعدت بعد ممارسات وبعد ما قعدت شوية، نقدر نقول شوية تأمل قعدت ندير فيه، بديت نلاحظ أن الدربوكة مربوطة بحياتنا. يعني مثلا الدربوكة تعبر عن جزء من ثقافتنا وتراثنا مثلا. والدربوكة برضو تبين ارتباطنا حتى بالثقافات الثانية مثلا. الدربوكة كانوا يستعملوا فيها، او الايقاع بشكل عام يستعملوا فيه للاعلان عن الحرب مثلا. الدربوكة برضو لها ارتباط بالجانب الروحاني أو الجانب الصوفي في حياتنا نحن، خاصة عندنا في ليبيا مثلا. برضو الدربوكة كانت تعبر عن الفرح مثلا عندنا. برضو الدربوكة كانت لها علاقة شوية بالانبساط والفرفشة اللي نحاول نخشولها مرة مرة. دائما الدربوكة لها مرتبطة بحياتنا بشكل أو بآخر، وكذلك باقي الإيقاعات في الثقافات المختلفة. اللي شفناه توه هن أنماط ثابتة للدربوكة، يعني نقولوا قوالب مضبوطة لها. بس قعدت مرة مرة نشوف، نحاول إن مثلا نقعد مع الدربوكة هيك نهدرز معاها، نشوف شو ممكن تقول معايا، شو تقدر تقول معايا، يعني نعطي فيها شوية مساحة. فلو عطينا الدربوكة شوية حرية هيك وفتحنا لها الباب قدامها، نقدر نقول لو هدرزنا مع الدربوكة شو ممكن ترد علينا.
ممكن بعض الحضور أول مرة يشوف التعامل مع الدربوكة بالشكل هذا. في ناس في ممكن الحضور اللي عجبهم طريقة التعامل هذه وفي اللي لا. بس اللي لازم نقوله إن نحن في اللحظة هذ قاعدين نشوفه في زاوية ثانية للتعامل مع الدربوكة. زاوية خارج الأنماط المتعارف عليها. كذلك كل نواحي حياتنا اللي دربوكة نفسها جزء منها. كل موضوع في الحياة عنده زوايا كثيرة ممكن نشوفه منها. لا شيء يجبرنا على النظر من زاوية واحدة. شكراً.